أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. آمنت بالله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى وصحبه وسلم. مرحبين بكم في هذا البث المباشر في يوم من هو أعظم أيام الدنيا، يوم عرفة، سائلين الله أن تتضمن لائحة المعفو عنهم والمعتوقين من النار، أن تتضمن أسماءنا وأسماء آبائنا وأمهاتنا وأخواتنا وإخواننا وأبنائنا وجميع المسلمين. أكرمكم الله ورفع قدركم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. طبعا يوم عرفة هو يوم عظيم عند الله تبارك وتعالى، سائلين الله أن لا تغرب شمس هذا اليوم حتى تغرب بذنوب المسلمين أجمعين، وسائلين الله تعالى لما يمثله يوم عرفة من معاني الاجتماع والوحدة والكلمة الواحدة والأمة الواحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أسأل الله تعالى أن تتحقق هذه المعاني حقيقة على الأرض وواقعا يمشي على وجه البسيطة، لا شعارات دونها خرط القتاد. فنسأل الله تعالى أن يرتفع المسلمون إلى مستوى ما يريده الله تعالى من مقاصد للحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال على كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ومن أعظم المنافع هو توحيد الله تعالى ووحدة الأمة. توحيد الله ووحدة الأمة، هذه الأمة أمة التوحيد وأمة الوحدة. فنسأل الله تعالى أن تذهب جميع نخوات الجاهلية التي يرفعها كثير من أعداء الأمة لمزيد تمزيق هذه الأمة على ما هي من تمزيق سابق، كما فعل فيها أعداء الله تعالى ولا زالوا يفعلون. يوم رمضان، يوم عرفات، هذا من الأيام التي ينزل الله فيها من الخيرات والبركات على الأمة، فمن صامه إيمانا واحتسابا من غير الحجاج فإنه صلى الله عليه وسلم يحتسب على ربه أن يكفر السنة التي مضت والسنة الآتية. فيا لفضل الله ويا لكرم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يوم الأحد بإذن الله تبارك وتعالى بالنسبة للمغاربة سيتقربون أفضل بما بأفضل ما يتقرب به العبد في ذلك اليوم، وهو إهراق الدم، وهو نحر الأضحية للقادر عليها، أما غير القادر عليها فليس ملزما بالبحث عنها، وإن كان القصد هو الثواب فإن الثواب قد أخذه لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أمر عجيب لهذه الأمة حين ضحى على كبشين أقرنين أملحين، وقال في الثانية بسم الله الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عن فقراء أمتي من يضحي من أمتي إلى يوم القيامة. إذن فالثواب إن شاء الله تبارك وتعالى ثابت بالنسبة للفقير، لكن هنالك الكثير من الحالات الرديئة التي اعترت وكست هذا الأيام، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، الأيام العظيمة التي يكون العمل الصالح فيها أعظم عند الله من الجهاد في سبيل الله، هو كثرة التسول، وأنت لا تعرف إن شاء الله حقيقة المتسولين والطريقة التي بها يتسولون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك فإن المرأة ربما تجد لا يصلي ولا يؤدي حتى أم العبادات التي أول ما يسأل عنها يسأل عن هذه العبادة، ومع ذلك لا تجد يوليها الحرص الذي ينبغي للمسلم أن يوليها، لكن في نفس الوقت تجده عياذا بالله يسارع ويضحي بكرامته من أجل الحصول بإذن الله تبارك وتعالى على لحم، فإن كان القصد هو اللحم فاللحم يمكن أن يتحصل عليه بأي طريقة، حتى
حينما يقوم المسلمون بالتبرع بلحوم الأضاحي إليهم يمكن أن يحصل على ذلك، لكن أن يفعل كل هذا من أجل أن يحصل على اللحم فإنا لله وإنا إليه راجعون. أمور غريبة مع ارتفاع أثمنة جميع المواد الضرورية، مع هذه الأزمة التي أدخل فيها المغرب عنوة ولقصد ما ولأمر ما يراد ويدبر لهذا البلد، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك فإن أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله إذا حصل على هذه الأضحية بمال طيب، ثم أراد إن شاء الله يحيي سنة التضحية في سبيل الله وأن يوسع على أهله وأن يتكافل مع الفقراء، فبإذن الله تعالى يذبح بعد صلاة العيد. نعم، ستكون الصلاة على الساعة 8 بمدينة وجدة، فكل المسلمين ينبغي أن يخرجوا رجالا ونساء يوم العيد بإذن الله لكي يبرزوا إلى الله تعالى في العراء منطرحين بين يديه شاكرين على آلائه ونعمائه وعلى توفيقه للطاعة، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. فيصلي الإنسان تلك الركعتين ثم يعود فيذبح، فإنه من ذبح إن شاء الله بعد الصلاة فقد صادف وأصاب النسك، ومن ذبح قبل الصلاة فهو لحم يطعمه أبناءه ويوسعه على أولاده ليس إلا. إذن فلا بد أن نذبح بعد الصلاة وليس قبل الصلاة. والذي لم تتح له فرصة أن يصلي إن شاء الله في المصلى فليصلي في المسجد القريب منه، وإن لم تتح له وهو في البادية وليس هنالك مساجد يصلي بأهل بيته في البيت، هو يصلي بهم ركعتين إن شاء الله، يكبر في الأولى ويضيف 6 تكبيرات ويقرأ الفاتحة والسورة ويركع حتى يطمئن راكعا ثم يرفع، حتى يطمئن واقفا ثم يسجد، حتى يطمئن ساجدا ثم يجلس بين السجدتين، حتى يطمئن جالسا ثم يسجد، حتى يطمئن ساجدا ثم يرفع من السجود، حتى يطمئن واقفا ثم يكبر، فيكبر 5 تكبيرات بعدها لكي تصبح مع تكبيرات الوقوف 6، ثم يقرأ الفاتحة ثم بعد ذلك يقرأ السورة ثم يتم الصلاة. هذه صلاة العيد يصليها في بيته إذا تعذر عليه وحيل بينه وبين يصلي في المسجد أو فيما يسمى بالمصلى. فإذا صلى ذبح أضحيته، فالمسلم إن شاء الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون محسن في كل شيء، فإن الله قد كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحت فأحسن الذبحة، وإذا قتلت فأحسن القتلة، فليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، لا يذبحها إن شاء الله أمام أختها، لا يجرها جرا عنيفا كما قال عمر لأحد رأى رجلا يجرها جرا عنيفا قال قدها إلى الموت قودا لطيفا، فلا تقتلها مرتين رحمك الله. ثم بعد ذلك نجتري بشلاء عند الذبح كل هذه الخرافات والخزعبلات التي والعياذ بالله تجعل من الشعيرة تخرج من الشعيرة التعبدية إلى ما يسمى بالطلاسم التي تكتنفه هذه الثقافة الشعبية والموجودة في الثقافة الشعبية، بحال طرش الملح وكاين اللي يدي الله يستر الدم ديالها، كل هذا لا يجوز بإذن الله، هذا لا يجوز. إذن فحينما تذبح إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك فالمسلم يتعامل مع هذا اللحم تعاملا إن شاء الله تبارك وتعالى عادلا متوازنا، يأكل منها فكلوا منها وأطعموا منها البائس الفقير، وأطعموا منها القانع والمعطر، القانع هو الذي لا يسأل والمعطر هو الذي يسأل الناس ولو إلحافا، فأطعم الجميع من هذا اللحم بإذن الله تبارك وتعالى. إذن فهذه الأولى، ثم إن شاء الله تبارك وتعالى تتصدق للفقراء الثلث إن كنت تستطيع وتهدي الثلث بإذن الله تبارك وتعالى، فلتكن هذه الأيام هي أيام التكافل بين المسلمين، أيام المرحمة، فنسأل الله يقذف الرحمة في قلوب من يسر الله عليهم ووسع عليهم في رزقهم حتى يعودوا بفضول أموالهم على الفقراء، فإنه ما من عبد في هذه الأيام يدخل السرور على مسلم إلا ولم يجد الله له أجر حين يلقاه إلا الجنة، فنسأل الله تعالى يجعلكم جميعا من الجنة. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم، وعيدكم طيب مبارك سعيد، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ورفع الله قدركم. ياسين أكشار عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العالم البكاوي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حليمة بنت سليمان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جماعة المؤمنين أحبكم أحبكم الله ورفع قدركم. الأم مالكة تسألكم يعني الدعم لها إن شاء الله تعالى،
محمد السلام عليكم. حكيم محمد علي مرحبا بكم. جواد كيف نتعامل مع لحوم الاضحى؟ نصدق بعضنا كل عام تاكل البعض وتتصدق بالبعض وتهدي البعض، واذا كان هناك ان شاء الله المزيد فتدخر البعض ان شاء الله تبارك وتعالى. عمر كريم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وسعد اوبتيميست حياكم الله. الزير شتوان هل يجد حل الاضحيه يوم العيد بعد الزوال؟ نعم يجوز باذن الله. العالمي البكاي وعسل الله على حبيبنا محمد. سعيد السليماني وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وسام العراقي تقبل الله منا وكل صالح الاعمال، كل عام وانتم بخير في خير. قد محمد رزق الراس، محمد حياك الله ودس رزق الراس، جزاكم الله خيرا. ام اولادي اقسم بالله العظيم اخوتي وربي شاهد ما اقول، لهذا العام ما غادي نعيط. الحميد الكمين لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله كل شيء قدير. أم يوسف آمين. الكحل بن عيسى حياكم الله. ميلود الريفي اللهم آمين. أتبير أملان جزاكم الله خيرا. أم سيرس طوطو ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواز أملان عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير. محمد سرحان نحبكم في الله. خالد الشاوي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خالد الشاوي الطام تحيات قديم من الجزائر، تحياتي للشعب الجزائري الطيب عن السيد عن طريق السيد خالد الشاوي. الهبري محمد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احمد ربيع محمد، احمد جزاكم الله خيرا. ام حمزه عواشكم مبروكات عيد وتعود ان شاء الله. احمد ربيع محمد، احمد كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه يا رب، وانت كذلك. ليلى العمراني اللهم امين. هابي دايز شكرا وعيد مبارك سعيد. مصطفى ياسين الله تقري قبلنا من النار امين. مصطفى ياسين نعم الله. سعيد سليماني بارك الله فيكم. ناجم بوعزاز جزاكم الله خيرا. محمد السدراتي الناس ما لقاتش باش تعيد وانتم تكلموا لنا على كيفيه التعامل مع ضحايا العيد. صلى الله ييسر امركم يا رب. محمد الورديني عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ابو زكريا السعدي عليك السلام ورحمه الله وبركاته. انور الخبيزي عليك السلام ورحمه الله وبركاته. معكم التامين الفلاحي الذي ظهر لنا في هذا الزمن العجيب ونحن في هذه الايام المباركه. لا حول ولا قوة الا بالله، كان الفلاح هو الوحيد الذي يحرث ويبذر ويتوكل على الله، حتى الفلاح ادخلوا اليه الربا، فكيف تريدون منا بعد ذلك ان ناكل كل شيء ان شاء الله تبارك وتعالى في وقته وان ناكله ان شاء الله ناضجا. انا لله وانا اليه راجعون. محمد وعليكم السلام، ديروا القروبه ديروا جام. ام يوسف قال لك اسالك الدعاء الله يحفظكم ويكرمكم. الحسين زقاق بارك الله فيكم. عبد الرحيم بن سيدي صحة عيدكم. حافظ روزا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عد ابو حسون وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد وهدى محمد بن تنغير نحييكم بتحيه الاسلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. راجي رحمه الغفور وعليكم السلام. هل يجوز تارك صلاه الذبح؟ اذا كان يقر بها تجوز ذبيحته، اما اذا جحد بالصلاه فلا تجوز. شهيوة الداري وجدا دعوا مثلك الجدي متوفي فتره قصيره قدور هريش. اسال الله السي قدور هريش ان يجعل قبره وروضه من ارض الجنه ونحشره مع رسول الله يا رب يا رب. عادل يوسف دعوا لنا بالزوجه، اسال الله يرزقكم زوجه طيبه صالحه مصلحه يا رب العالمين. سيدي علي سيمو ازرو هل يجوز الصيام غادي السبت؟ اللي يبغى ان شاء الله. سيدي علي وعليكم السلام خويا سي علي مرجان الدار البيضاء نحبك فلان سيرك الدعاء في هذا اليوم المبارك معروف رفع الله قدرك الدنيا. اهلا سي علي كيراك داير شويه لاباس عليك؟ انتم بخير؟ كي داير سي عثمان؟ كي دايره الرميساء؟ كي دايره ان شاء الله تبارك وتعالى حفصه؟ كي دايره الوالد؟ كي دايرين الاحباب؟ حفظك الله ودي سي علي جزاكم الله خيرا اكرمكم الله رفع الله قدركم. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أوفر عباده مما ينزله من رحمته وبركاته. جزاكم الله خير أستاذ علي، سلمنا على الأحباب الله يجزيك بخير وبارك الله فيكم.
حسين زقواخ، حسن زقواخ توريتي من باريس، تحياتي لسي حسن زقواخ وكاع جميع المسلمين من فرنسا. انا السلام عليكم، جزاك الله خير على النصائح. الحسين مسن يتوعد السلام والبركات. خالد النهضة عليك السلام والبركات. مصطفى ياسين، هل يجوز توحيد؟ نعم يجوز، ولكن فرع الإرادة السياسية. نجم بوعجة نعرض عليك، روح دير لنا شي درس. نجم بوعجة بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. نهيد زين، سؤال، أنا هولندا حول العيد الكبير كي ندير غادي يذبحوا الزوج، كي غادي قال كي غادي ندير ولا اسمع. انا هولندا سؤالي حول ديال عيد كيدربوه كيضربوه بالضوء عادي. والله لا اعرف ما اذا كان هذا الصاق بالكهرباء يؤدي الى موته، اذا كان يؤدي الى موته فهذا حرام، ما عرفش انا في الدرس. محمد وجداد، هل اليوم يوم عرفه؟ انا صمت اليوم فهل يكتب لي اجر؟ نعم يكتب لك اجر من رمضان الطاهر. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. مصطفى محمد عليك السلام، دعي معنا، نسال الله يحفظك ويكرمك ويرفع قدرك. من القدس الشريف، كل عام وانتم بخير وحبك في الله. فادي عمر حسين، تحياتي للقدس ولسكانها المرابطين، جزاكم الله خير ورفع الله قدركم وعيدكم مبارك وسعيد، واحل الله عليكم هذا العيد بمزيد من اليمن والبركات والنصر يا رب العالمين. نور الدين دونات زقول، كيف الحال؟ اعزك الله وحبك في الله، حبكم الله. سعيد السليماني، ممكن نذبح واحد قبل يوم العيد قصد التصدق؟ نعم يجوز لك، نعم جزاك الله خيرا. الصدقه الجاريه تقبلنا منكم كل عام وانتم، الله يقرب الجزء الاضحي بيوث الغنم، نعم يجوز ان شاء الله. راجي رحمه ربي الغفور، هل يجوز اشترك في ذبح العجل الاضحي؟ نعم يجوز حتى لسبعه. محمد وعبد الله اكبر لك ولا اله الا الله. رضا محمد ينسلك ودعاء صلى الله يحفظك ويكرمك ويا رب العالمين. عبد الكريم في النيش، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وهكذا اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استودع الله دينكم وامانتكم وخاتم اعمالكم، نسال الله يغفر لنا في هذا اليوم المبارك، وجزاكم الله خير واحسن الله اليكم.